2%. إذا هذا بما يخص السوق السعودية. في جدة اليوم انطلقت فعاليات الاجتماع السنوي 42 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بمشاركة أكثر من 300 متحدث و2000 مشترك. تحمل هذه الدورة عنوان التمكين الاقتصادي للشباب، وتناقش على مدار 5 أيام قضايا التنمية واستكشاف فرص النمو في الدول الأعضاء. للمزيد ينضم إلي مباشرة من جدة زميل ناصر الطيبي موفد العربية. ناصر أهلا بك. إذا البنك الإسلامي للتنمية ناصر له دور إنمائي، ومن أحد هذه الأدوار هو دعم التجارة البينية بين الدول الأعضاء اللي بطبع هذا المؤتمر. أكيد البنك الإسلامي له دور تنموي كبير على عدة أصعدة، ولكن من أحد أبرز هذه الأصعدة فاطمة كما تفضلت هي دعم التجارة البينية لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي. لنعطي المشاهدين فكرة عن التجارة البينية وحجمها بين الأعضاء، حصة التجارة البينية من إجمالي التجارة لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي كانت 15.5% في 2005، ارتفعت في 2015 إلى أكثر من 20%، وكان هذا هو الرقم المستهدف من قبل مجموعة البنك. نمو التجارة البينية في هذه الفترة بأكثر من 31%. إذا ما نظرنا أيضا على الصادرات البينية للدول الأعضاء، ارتفعت من 2005 من 134 مليار ريال إلى أكثر من 344 مليار ريال، نتحدث عن نمو بهذه الفترة بأكثر من 155%. كذلك الحال بالنسبة للواردات، نسبة النمو في الفترة العشر سنوات أيضا فاقت 155%. بطبيعة الحال هناك تحديات عدة وشتى تواجهها التجارة البينية للمجموعة، من أبرز هذه التحديات طبعا الحواجز التجارية، التريد باريرز إن كانت ضريبية أو غير ضريبية، ضعف البنى التحتية واللوجستية لتناول هذه البضائع وشحنها، أيضا التعقيدات الإدارية التي تواجه هذه البضائع على الحدود. من أيضا التحديات التجارية الأخرى شح المعلومات السوقية لتحديد الفرص في الأسواق المجاورة والأخرى، شح الخبرات المتخصصة تحديدا في تمويل التجارة، وعدم كفاءة الأدوات التمويلية المتوفرة. ولربما في هذا الشق الأخير تحديدا عن الأدوات التمويلية المتوفرة، هنا يبرز دور المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، وهي إحدى الأعضاء أو إحدى المؤسسات تحت مظلة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. والحديث أكثر حول هذا الشق يسعدني استضافة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سونبول معي هنا في جدة. باشمهندس أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. تسلم، الله يخليك. بداية، أنتم كنتم مستهدفين في 2015 نسب التجارة البينية أن تصل إلى 20% من إجمالي التجارة، هذا حققتموه. الآن لديكم تارجت جديد وهو 25% في عام 2025. ما هي الاستراتيجيات التي وضعتموها للوصول إلى هذا الهدف؟ اولا اشكر قناتكم الموقره على هذه الاستضافه، وفي نفس الوقت اتقدم الحقيقه باسمى ايات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله على رعايته الكريمه لهذا الحدث. فيما يتعلق بموضوع التجاره، كما تعلم التجاره العالميه بصفه عامه حقيقه مرت بعدد من الظروف منذ منتصف التسعينات في القرن الماضي، لكن بدأ دور التجارة في التنمية ينمو فينمو شيئا فشيئا، إلى أن وصلنا في مرحلة من المراحل بأنه حجم نسبة التجارة البينية، نسبة التجارة العالمية دائما كانت تشكل ضعف الناتج المحلي الإجمالي بصفة عامة. لكن نحن لو نأخذ الظروف الآن اللي بتمر فيها التجارة، فهي تأثرت كما تأثرت كثير من القطاعات الأخرى كمحرك أساسي في التنمية، تأثرت بالحقيقة بهذه الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيمر بها العالم ومر بها منذ الربع الرابع من عام 2014 مرورا بعام 2015 حتى 2016. كانت هناك بوادر الحقيقة بوادر جيدة نسبيا كنا نأمل منها أن تتحسن نسبة النمو العالمي بشكل كبير، ولكن للأسف لم تكن كافية هذه البوادر لتحسين النسبة، فتراوحت النسبة ما بين 1.6 و1.7% نسب نمو
كنسبة نمو التجارة العالمية. طبعا العالم الإسلامي تأثر مثل غيره، ولكنها أيضا نحن كمؤسسات عاملة في مجال تنمية التجارة نضع نصب عيننا أيضا أنه الهدف الأسمى هو فعلا تعزيز التجارة البينية وتمكين التجارة الإسلامية الحقيقة من أنها تكون تجارة تنافسية وتكون مندمجة في النظام العالمي التجاري بشكل جيد. لذلك المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وهي الذراع المعني بالتجارة تعمل من خلال برامجها وألياتها لتعزيز هذا الدور. طبعا هذا الدور بيتم مع شركائنا الحقيقة في شركائنا في العالم سواء كانت مؤسسات محلية أو إقليمية أو دولية لكي نعزز الحقيقة هذا الدور. وكان للمؤسسة دور خلال تنفيذ البرنامج العشري السابق دور كبير جدا مع بقية الشركاء منذ اليوم الأول حقيقة حتى الحمد لله حققنا الهدف الذي كنا نصبو إليه جميعا واللي رسموه القادة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في عام 2005 ببلوغ نسبة تجارة بينية تجاوزت 20%. الآن لدينا هدف جديد، ولكن نحن لابد الآن أن نعي أنه لابد أنه المؤسسات الدولية بما فيها مؤسستنا الرائدة في مجال التمويل وتنمية التجارة، وأنا أقول رائدة لأنه الحقيقة تجربة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تجربة عريقة امتدت لأكثر من 4 عقود، في حين أنه في البداية لم تكن هناك اهتمام لدى مؤسسات الدولية الحقيقة بموضوع تمويل وتنمية التجارة، ولكن المؤسسة ولله الحمد لديها خبرة تراكمية طويلة جدا، ولدينا الحقيقة العناصر البشرية الكفء التي تستطيع إن شاء الله أنها تواكب الآن الاحتياجات المستقبلية. نحاول أيضا من خلال تعديل استراتيجياتنا وتوجهاتنا كمجموعة وأيضا كمؤسسة في أنه فعلا أنه نكون نحن أيضا يعني دائما نعني بشؤون القضايا الجديدة اللي هي تطرح الآن على الطاولة، منها قضايا تتعلق بالبيئة، تتعلق بالطاقة المتجددة، تتعلق بتغير المناخ. وبهذه المناسبة المؤسسة كان لها دور كبير في مؤتمر أو قمة المناخ الأخير 22 التي عقدت في مدينة مراكش، وكنا ركزنا الضوء على موضوع التجارة الدولية والتجارة بصفة عامة وعلاقتها الحقيقة المرتبطة العلاقة الوثيقة بتغيير المناخ، وخصوصا فيما يتعلق بالقطاع الزراعي القطاع مهم وموضوع الأمن الغذائي. فالمؤسسة دائما الآن طبعا في ضمن استراتيجيتها الجديدة أيضا بتعمل على هذا النوع من المبادرات الجديدة إن شاء الله. طبعا مبادرات عدة من بينها طبعا مبادرة المساعدة لأجل التجارة في الدول العربية وأيضا برنامج مد الجسور التجارية العربية الإفريقية وهو توجه جديد للمجموعة ككل نحو أفريقيا. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة طبعا عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. طبعا سنوافيكم فاطمة بالمزيد من المقابلات والتغطية مباشرة من الاجتماع السنوي 42 للمجموعة خلال النشرات اللاحقة. عودة إليك ناصر الطيبي موفد العربية من جدة، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير مشاهدينا نتابع وبعده الأسواق العربية ونظرة على أرقام إغلاق السوق الكويت لليوم.